أهلا بكم. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا إلى مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزير خارجيته مايك بومبيو بخصوص الخلاصات التي توصلت إليها CIA حول اغتيال خاشقجي. وكانت وسائل إعلام أمريكية تتقدمهم الواشنطن بوست قد نشرت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقف وراء جريمة اغتيال خاشقجي في إسطنبول أوائل الشهر الماضي. وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد قال بعيد نشر خلاصات CIA إن الولايات المتحدة ستحاسب قتلة خاشقجي. وسبق للإدارة الأمريكية أن أبعدت مرارا مسؤولية مقتل خاشقجي عن محمد بن سلمان. لم يكن ما جاء في تقرير الواشنطن بوست حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مفاجأة. استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية CIA يعزز تكهنات كثيرة، لكنه لا يغير الموقف في واشنطن. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتشاور مع وزير خارجيته بشأن التقرير الاستخباراتي، ويعود ليؤكد أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أكبر من أي يتم التضحية بها. ننظر في الأمر، تعرفون لدينا حليفا قويا في السعودية، يعطونا وظائف كثيرة ويوفرون لنا فرص العمل، كانوا حلفاء رائعين فيما يتعلق بالأعمال والتنمية الاقتصادية. تعلم أنني الرئيس ويجب أن أخذ الكثير من الأمور في عين الاعتبار. يبقى ترامب على موقفه، وكذا يرى كثيرون سيكون حال الكونغرس. منذ اغتيال خاشقجي خرجت أصوات من الكونغرس ومن الحزبين تطالب بإجراءات أكثر حدة، تطال إلى جانب معاقبة المسؤولين عن مقتله، وقف مبيعات الأسلحة، ووقف دعم واشنطن للرياض في حربها باليمن. يجب أن نتذكر أن الكونغرس لن ينتقد بشكل حاد ترامب، لأن ذلك سيعرض 110 مليارات على شكل صفقات بيع أسلحة للخطر. النتيجة الوحيدة التي أراها للتقرير في المستقبل هي أن يقوم الكونغرس والإدارة بفرض عقوبات على بعض المسؤولين السعوديين أو تجميد أصولهم. يمنح تقرير الواشنطن بوست قوة لأعضاء الكونغرس ويضع ترامب في الزاوية، ويرى مراقبون أن أي عقوبات جديدة ستكون باب الخروج من مأزق الموازنة بين المصالح ومطالبات تحقيق العدالة. يطالب أعضاء في الكونغرس بالحصول على تقرير من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل في وقت لم يعلن فيه ما تضمنه تقريرها إلى البيت الأبيض بشأن مقتل خاشقجي. بالرغم من التقرير الأخير تبقى أسئلة كثيرة بلا إجابة، ليس فقط من الجانب السعودي ولكن أيضا الآن من الجانب الأمريكي. أما واقع الحال فيقول تطل الاستثمارات المالية برأسها في أي قرار سياسي سيتخذ بشأن مقتل خاشقجي أو أي قضية أخرى يكون الخلاف فيها على المبدأ وليس على المصالح الاقتصادية. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن الأستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي، من باريس عبر سكايب الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، ومن بغداد الأستاذ رزاق العوادي الخبير في القانون الدولي. أبدأ معك سيد بشار، بداية يعني لم يتم إبلاغ الرئيس الأمريكي مسبقا عن النتائج التي توصلت إليها CIA، واليوم تم إبلاغه بتلك الخلاصات التي توصلوا إليها. برأيك ما هو يعني أو ما هي دلالة عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي قبل الإعلان عن تلك النتائج؟ هل هي محاولة ربما لوضع ترامب وإدارته اليوم أمام الأمر الواقع؟ بالتأكيد لا، لأن كل ما يجري هو في إطار الإدارة الأمريكية وفي إطار الفريق الذي يقوده الرئيس ترامب من خلال عدة واجهات قانونية وسياسية وأمنية. الجميع موظفين لدى إدارة ترامب، وبالتالي الذي كان حريصا عليه الرئيس ترامب من بدايات الأزمة هو التأكيد على أمرين. الأول أنه لن ينجر وراء ردود الفعل وسيتعامل فقط مع الحقائق، والأمر الثاني الذي أكده أن ما تم جريمة بشعة، لا يمكن أن تسكت الولايات المتحدة وتقبل بأن تمر دون عقاب، وصفه هو بنفسه بأنه سيكون عقابا شديدا.
ما جرى الآن، لاحظي أن المكالمة التي تمت بعد تصريحات الرئيس ترامب المقتضبة كانت من علامات Air Force One، علامات الطائرة الرئاسية الأمريكية التي أقلته إلى كاليفورنيا لمتابعة الشأن الداخلي الملح الآن وهي حرائق كاليفورنيا. هناك حريق يريد أن يطفئه الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، هذا الحريق الذي قد يلتهم المصالح الأمريكية ويعرض العلاقات الأمريكية السعودية للخطر. نعم. وهذا خط أحمر. صحيح. بالنسبة صحيح سيد بشار ترامب، وأعتقد أن حتى قادة الكونغرس متفقون. نعم. معه في ذلك. طيب سيد بشار، لغاية يوم. نعم. أمس كانت مصادر في الإدارة الأمريكية تقول أنه لا يوجد هناك دلائل تشير إلى تورط بن سلمان مباشرة. اليوم بين أيدينا تقرير للCIA خلاصاته تقول أنه بن سلمان متورط بشكل مباشر. هل هذه الخلاصات اليوم ستضطر ترامب إلى رفع الغطاء عن بن سلمان؟ صحهم قالوا بأنهم يريدون معاقبة الجنات ولكن يحاولون إبعاد الشبهة عن بن سلمان. هل الخلاصات الجديدة ستضعنا اليوم أمام ربما موقف جديد مبني على هذه الاستنتاجات؟ سيدتي، النص الذي ورد عبر واشنطن بوست ومصادر صحفية أمريكية أخرى وعالمية أخرى أشارت إلى أن CIA concluded، خلصت إلى القول الاستنتاج إلى أن هناك جريمة تمت لا يمكن أن تتم إلا بعلم وبأمر ولي العهد دون العثور على أي دليل قطعي يفيد بأن محمد بن سلمان بالفعل متورط بشكل مباشر. لاحظي هذه اللغة المرنة التي تم استخدامها حتى فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي تم بين خالد بن سلمان السفير السعودي لدى واشنطن وخاشقجي رحمة الله عليه، كان في نوع من الاستدراج. أيضا نفت السفارة السعودية المتحدث باسم السفارة السعودية أن يكون هذا الاتصال قد تم. نعم. ولكن البرمجة في التسريبات التركية هي هون برأيي هنا تكمن القضية كلها. القضية أعتقد واضح جدا كان للجميع أنها لم تخرج عن أمر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ولكن كان هناك محاولة لإبعاده عن طريق حرق أكباش المحرقة، وبالتالي تم اتخاذ قرار على مستوى وزارة الخزانة الأمريكية في تجميد أموال هؤلاء 17 شخصا في الولايات المتحدة. ولكن جريمة بهذا الحجم وبالشر الذي تمت فيه طريقة الاستدراج والتنفيذ لا يمكن لأي شخص، أنا أستطيع أن أقول ذلك كصحفي وكأمريكا عربي. طيب دعنا نرى وجهة هذه النظر كيف يراها ضيوفنا أيضا. العام الأمريكي بذلك. نعم. أبدا. دعنا نرى أيضا. نعم. دكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، ليلة أمس أيضا أعلن عن اتصال تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، وبعدها تم الإعلان عن تقرير CIA. في قراءتك ما هي الضغوط اليوم التي تمارس على واشنطن لرفع الغطاء عفوا عن محمد بن سلمان؟ وهناك بات بعض المصادر تقول أنه هل هناك تورط مباشر بالتستر على هذه العملية من قبل واشنطن؟ ما رأيك؟ تحياتي لك ولفريق العمل، للمحاورين الكرام، لكل من يتابعنا. يعني بالطبع لا أعتقد أن هناك تسلسل محكم، ليس من الضروري أن يكون اتصال ترامب أردوغان مبرمجا مع الخلاصات التي أعلنت اليوم، وربما هذه الخلاصات هي قديمة وتم اليوم تسريبها. الأهم من كل ذلك هو تذكير تاريخي علي أن أذكر به الجميع لأنعش الذاكرة. تذكروا كولين باويل في الأمم المتحدة وإشاراته حول الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل في العراق في العام 2003، وتذكروا خراب العراق. وبعد ذلك الرئيس جورج بوش الابن يقول المخابرات المركزية الأمريكية ظل نطني في موضوع العراق، كان هناك تضليل. إذن علينا ألا نتهور ونتصور أن خلاصات الوكالة هي أحكام حاسمة. بالطبع من ناحية التحليل هناك مصدر قرار في المملكة العربية السعودية، وهناك فريق كان منه ناس متعاونين مع ولي العهد. الآن
أنا برأيي حتى في هذه العملية هناك استهداف لدونالد ترامب شخصيا، واستهداف لعلاقة دونالد ترامب مع محور إقليمي معين. السيد أردوغان هو في المحور الآخر، وبالطبع هو يستهدف هذا المحور الذي دعم الحركة في مصر، حركة السيسي، ولذلك نحن أمام صراع سياسي إلى جانب الجريمة الجنائية الموصوفة التي حصلت في القنصلية السعودية في إسطنبول. كل هذا يعقد الأمور، وبالطبع ترامب يتعرض لضغوط، ولكن لا ترامب ولا الكونغرس، يعني هذا برأيي الأولوية بالنسبة لهم المصالح الأمريكية العليا وليس حقوق الإنسان وليس اغتيال صحافي من هنا أو من هناك. كل هذا للتجارة السياسية، للبازار المفتوح اليوم، ولكن الحقيقة أن الأرقام والاستثمارات كما قالت مراسلتكم من هناك هي التي تحكم علاقات واشنطن، خاصة في عهد إدارة ترامب. سنبحث هذا الأمر بعد قليل. سيد رزاق العوادي، الخبير في القانون الدولي، على المستوى القانوني هل تعد استنتاجات CIA دليلا كافيا أو ربما دليل يمكن الاستعانة به، أم أنها كما ذكر ضيفي قبل قليل لا يوجد حتى الآن دليل قطعي يدين ولي العهد، ولا يمكن أن نعتد بكل تلك الخلاصات والاستنتاجات؟ شكرا جزيلا وشكرا لضيفكما الكريمين وشكرا لمشاهدينا الكرام. وفقا للقانون الجنائي الداخلي أو الدولي، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة تكون عن طريق التحقيق القضائي، تحقيق قضائي، وأيضا محكمة تدقق بالقضايا أو القضية المعينة أمامها وفقا للأدلة الجنائية المتوفرة لديها. فكلما كانت الأدلة متكاملة ومنتجة ومؤيدة بقرائن أساسية يمكن أن يصار عليها في تثبيت الواقعة المتهم بها الشخص أو الأشخاص المحددين. ولذلك أرى من وجهة نظري وفقا للقانون الداخلي ووفقا للقانون الدولي أن الإنسان بريء، والبراءة تتأتى أو تنتفي إذا هيئت الأدلة الكاملة تجاه المتهمين بقضية ما، قضية جنائية سواء كان داخلية أو دولية، وهذا ما سار عليه الفقه الجنائي العربي والمحكمة الجنائية الدولية. نعم، أعود لك سيد بشار. يعني ذكر ضيفنا خطار أبو دياب نقطة هامة جدا، وأنه هي لغة الاستثمارات في النهاية والمصالح والسياسة هي التي ستغلب في نهاية الأمر، لا حقوق الإنسان ولا الأدلة الجنائية. ولكن من المستغرب جدا تمسك الإدارة الأمريكية اليوم بفرد، بشخص. لنعود بالذاكرة إلى أيام باراك أوباما وتخليه ربما عن حليف الولايات المتحدة محمد حسني مبارك في مصر بعد قيام الثورة والتضحية به للإبقاء على العلاقة مع ذلك النظام دون الأشخاص. مستغرب اليوم إصرار الولايات المتحدة على الإبقاء على بن سلمان دون النظر إلى العلاقة التاريخية مع السعودية كنظام وكمملكة. كيف نفسر هذا التمسك، وأي نوع من المصالح ترتبط به؟ أنا أتفق إطلاقا مع هذه القناعة التي افترضت من الآن أن الرئيس ترامب متمسكا بمحمد بن سلمان. هذا ما تشير إليه المواقف حتى الآن سيد بشار. على الإطلاق، أنا برأيي دعيني أدلل على ذلك. بماذا؟ من وجهة نظري رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، مجرد اختيارها من قبل الرئيس ترامب، أعود بك إلى قرار تعيينها فقط لغاية معينة أصل إليها من خلال تحليل سريع. جينا هاسبل هي أول مديرة للCIA في تاريخ الولايات المتحدة، أول امرأة تتولى هذه قيادة هذا المنصب الحساس. جينا هاسبل تعرضت لضغوط كثيرة
في الكونغرس عند التحقيق والمصادقة على تعيينها لضغوطات كثيرة حول دورها فيما قيل أنها معتقلات سرية وطريقة الانهانست انفستيجيشنز محاوله فرض بالاجبار نوع من التحقيق على معتقلين خارج الولايات المتحده حتى يكون الوضع قانوني ولا يدخل في اطار التعذيب. قالت حينها انها لم تفعل اي شيء مخالف للقانون او للتعليمات التي كانت تصلها كضابطه في الاستخبارات المركزيه الامريكيه في الميدان. ارتبط اسمها أيضا في قضية جريمة أبو غريب، التجاوزات اللي حدثت في أبو غريب. عندما تقول إنسانة في هذا الحجم من الخبرة حوالي 4 عقود من العمل الاستخباري، نعم أطلب منك فقط الاختصار قليلا سيد بشار. عندما تصل يا سيدتي، حاضر، عندما تصل إلى قناعة وتكون هذه القناعة معلنة على الرأي العام في أمريكا والرأي العام العالمي أننا خلصنا إلى استنتاج أن هذه الجريمة إما أن تمت بفعل بأمر من محمد بن سلمان أو بعلمه، ليس هناك أوضح من هكذا تصريح في عالم الاستخبارات. أي صحفي متابع لهذه المسائل في هذه الملفات يعلم أنه هذا ما يسبق الإعلان السياسي بأن المملكة العربية السعودية الآن مطالبة، وأراهن على هذا الكلام، أراهن من ناحية تحليلية وليس لدي أي معلومات سوى التحليل. سيكون المطلوب إما إزالته من منصبه أو سيتم التصعيد في إطار محكمة دولية كالدح محكمة الدولية التي أقيمت للشهيد رفيق حريري. نعم، وهذا ما سنبحث في الجزء المقبل من القضية نقاشنا. أكبر أكبر من الترقيع يا سيدتي. نعم، ابقوا معي ضيوفي الكرام لنعرض في هذا التقرير المصور لأثر خلاصات السي آي إي على مستقبل بن سلمان تحديدا والملفات الساخنة في المنطقة. الإجابة في التقرير التالي. لكن يتم هذا إلا هو كان الآمر والناهي في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خبر تنقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول تورط ولي العهد السعودي في هذه القضية، ولكن ولأول مرة تأتي التسريبات من وكالة الاستخبارات CIA. دائرة الاتهامات ضد بن سلمان تتوسع، ومعها تشتد عاصفة قتل خاشقجي ليتخذ موقف الدفاع عما تبقى من صورة عهده الإصلاحية بعد الإطاحة بأهم رجالاته من سعود القحطاني إلى أحمد عسيري، وصولا إلى أخيه خالد بن سلمان الذي غادر واشنطن إلى الرياض بشكل مفاجئ. ثمن جريمة خاشقجي لا يبدو أنه سيقتصر فقط على الهيكلية الداخلية التي رسمها بن سلمان بنفسه أو على خططه التنموية البالغة قيمتها مليارات الدولارات، بل يبدو أن أثمانا أكبر ستدفع وملفات فتحها ولي العهد بتهور ربما تقترب من نهايتها. ولعل وقف حرب اليمن بأوامر دولية تقودها واشنطن الأقرب زمنيا، فالحمل أصبح ثقيلا ولم يعد بالإمكان غسل اليد أكثر من فظائعها وتكلفتها الإنسانية والمادية. ضغوط أخرى تمارس على الرياض حول الأزمة الخليجية، وتسعى واشنطن إلى دفع السعودية إلى إعادة اللحمة إلى البيت الخليجي ورفع الحصار عن قطر. وقد ترجمت هذه الضغوط بتصريحات صادرة عن ولي العهد السعودي يتغنى فيها بقوة الاقتصاد القطري. وبعد مقتل خاشقجي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية إلى توجيه الحليف السعودي عبر تصحيح أخطائه الكارثية وإعادة توحيد الصف الداخلي في المملكة لمواجهة العدو الأول إيران. والأخيرة وقفت كالمتفرج بعد التهديد والوعيد السعودي بنقل المعارك إلى داخلها. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن قضية خاشقجي عطلت حلم دونالد ترامب لحصار إيران عبر السعودية. تجمع عواصم غربية أن بن سلمان أصبح مكلفا جدا بالنسبة لها. ترامب قالها صراحة إن حليفه السعودي خان ثقته، لكنه لن يتخلى عن مليارات الدولارات التي تأتيه من هناك. لذلك فإن التضحية بولي العهد السعودي مقابل شخص آخر أسهل بكثير من التخلي عن مركز استراتيجي في الشرق الأوسط.
بهذه المناسبة. على ضوء هذا التقرير دكتور خطار أبو دياب، يعني هناك ملفات ومصالح كثيرة اليوم مرتبطة بوجود هذا الرجل ولي العهد محمد بن سلمان، سقوطه أو ربما كل هذا التشويش حول مصداقيته ومكانته كيف ستؤثر على هذه المصالح التي باتت ترتبط بها أمال كبار، من ضرب إيران إلى المشاريع الاستثمارية إلى ما يعرف بين مزدوجين بصفقة القرن ودوره فيها، برأيك كيف ستتأثر كل هذه الملفات؟ أولا لابد من الإشارة حول المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برئيس وزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ذلك تطلب إجماع مجلس الأمن الدولي. هذه المرة أعتقد من الصعوبة الحصول على أي إجماع في تحويل هذا التحقيق إلى تحقيق دولي بناء على مواقف روسيا والصين من هذا الموضوع. من ناحية أخرى بالنسبة لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، توصل هو وللمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية إلى تركيز كل السلطات في جناح واحد من العائلة، ولذلك بالطبع مع وجود والده، والده هو الحاكم عمليا. إذا أردنا محاسبة رأس السلطة في العربية السعودية، رأس السلطة يبقى هو الملك، لكن المسألة هنا السؤال للمتحمسين لهكذا توجهات، ماذا حصل حتى ما بعد محمد حسني مبارك أو ما بعد القذافي، ما بعد صدام حسين، وحتى الآن نرى بأن مسلسل هذه الفوضى التدميرية ومسلسل تفكك الشرق الأوسط مستمر. هل هناك الآن قرار بوصول هكذا مسلسل إلى المملكة العربية السعودية؟ هذه مسألة أخرى. المسألة إذن برأيي تتخطى جمال خاشقجي ودونالد ترامب ومحمد بن سلمان، المسألة أكبر من ذلك. لكن أظن في عالم اليوم ومع تغير موازين القوى ليس بإمكان الولايات المتحدة صنع مستقبل العربية السعودية. لو لم يكن هناك صعود اليوم لروسيا والصين ووجود شركاء أوروبيين حتى من ناحية النفط، 70% من النفط السعودي يباع إلى آسيا ولم يعد الغرب علاقة به. أقول كل ذلك، نعم هناك الحماية الاستراتيجية الأمريكية، لكن نلاحظ أيضا جانب مهم من هذه المسألة. هل العلاقة هي بين محمد بن سلمان وترامب شخصيا عبر كوشنر، أو العلاقة هي بين المؤسسات؟ إذن هناك هذه العلاقة متنوعة، هي علاقة شخصية وعلاقة مؤسسات. هنا هل بعض المؤسسات الأمريكية تريد أن تصفي حساباتها مع ترامب ومع محمد بن سلمان؟ هذه أيضا مسألة أخرى. لذلك نتيجة كل هذا التعقيد أظن أن هذه المسألة ستبقى في حدود معينة ولن تصل إلى محمد بن سلمان. أستاذ رزاق العوادي، سؤالي الأخير لحضرتك، أرجو الإجابة باختصار فيما يتعلق بمحاكمة دولية أو تحقيق دولي حول هذه الجريمة، ما هي أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر لذلك؟ هل فقط إجماع مجلس الأمن الدولي أم أن هناك طرق أخرى ربما؟ شكرا جزيلا. أولا بالنسبة إنشاء محكمة دولية خاصة، هو يجب موافقة مجلس الأمن على هذه المحكمة أسوة بالقرار الذي اتخذ لمحكمة الحريري في 2007 وفقا للقرار 1757. أما بالنسبة للجريمة ممكن محاكمتها دوليا، فمن وجهة نظر القانون الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الداخلي أو النظام الأساسي رقم 5 ورقم 6 و7، لا يمكن محاكمة أي شخص أمام المحكمة إلا إذا توفرت الشروط التالية. أولا أن تكون محكمة جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة إبادة جماعية، أو جرائم الحرب وجرائم العدوان. إذا توفرت هذه البنود أو المواضيع الأربعة، وإن كان جريمة العدوان لم ينظر بها لحد الآن، فممكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. أما بالنسبة للواقعة المعروضة والمتكلم عنها الآن، فلا يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للأسباب التي ذكرتها آنفا، إلا بتحديد أو بموافقة مجلس الأمن على استحداث محكمة جنائية خاصة أسوة بمحكمة الحريري. شكرا لك الأستاذ رزاق العوادي، الخبير في القانون الدولي، كنت معنا من بغداد.
الاجابات. شكرا لك دكتور خطار ابو دياب استاذ علاقات الدوليه من باريس، والاستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن.